تسطر مصر ملحمة إنسانية من خلال دورها القيادي والإنساني في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، بمواصلة جهودها المستمرة لإيصال المساعدات الإغاثة الإنسانية والعاجلة لأشقائنا بقطاع غزة والوقوف بجانبهم، وبذلك تكون مصر في صدارة دول العالم في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق. حيث وجه فخامة السيد رئيس الجمهورية بتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لإخواننا في قطاع غزة. وبناء عليه أصدر معالي السيد الأستاذ الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية توجيهات معاليه بسرعة توفير احتياجات القطاع وبأسرع وقت ممكن. وانطلاقا من التعاون المثمر والبناء بين اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة الإغاثة الكاثوليكية بمصر بوصفها واحدة من أهم الجهات المنحة وتنفيذا للاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية وهيئة الإغاثة الكاثوليكية، وإيمان إلى دراسة الموقف ومتطلبات القطاع ونتيجة للتنسيقات التي تمت بين اللجنة وهيئة الإغاثة الكاثوليكية وكافة الجهات المعنية في الدولة، تم توفير جميع مطالب القطاع في المرحلة ديت، حيث تم تجهيز عدد 30 شاحنة محملة بأكثر من 100 طن مساعدات إغاثة عاجلة بتشتمل على 7000 بطانية، 5000 مرتبة، 2000 حصيرة نوم مقدمة جميعا من هيئة الإغاثة الكاثوليكية مكتب مصر. تعد القافلة ديت أكبر قافلة تم إرسالها من لجنة المساعدات الأجنبية لأشقائنا الفلسطينيين منذ بداية الأحداث، وإرسال قوافل الإغاثة العاجلة بمعدل قافلة شهريا، وهي جزء من دعمنا السابق والمستمر للقطاع والتأكيد على أهمية ضمان تدفقها بشكل آمن ومستدام. وبهذا تكون اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية قد دعمت قطاع غزة من خلال تقديم عدد 5 قوافل أتمت إرسالها محملة بكافة الاحتياجات لتلبية مطالب القطاع. بتحتوي هذه المساعدات على مساعدات طبية وخيام ومشمعات ومواد إعاشة وأدوات نظافة عامة وشخصية، بالإضافة إلى قافلة اليوم. حيث بلغ إجمالي ما تم تقديمه حتى تاريخه حوالي 300 طن مساعدات محملة على عدد 106 شاحنة عبارة عن 23000 بطانية، 16000 مرتبة، 8000 خيمة، 6000 مشمع بلاستيك للأمطار، 5000 حصيرة نوم، بالإضافة إلى أدوات النظافة العامة والشخصية لتكفي عدد 30000 أسرة. تقوم اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتجهيز مطالب أهلنا في قطاع غزة لإرسال القافلة 7 إن شاء الله قريبا، وإذ نعرب عن التزامنا بمواصلة المشاركة في دعم أشقائنا الفلسطينيين، وتتوالى القوافل من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.